يحتاج ياسر من الاحتياجات للمساعدات ما يخالقه. كيف الدول الثانية وكيف شباب الدول الثانية حياة ركيكة عندنا ونسيها. المواطنين هم كانوا معانا يدعمونا ويقضوا أولادنا خلطونا بناء الظالم. والحق المهضوم حقنا لا قاع حقنا في تقليد المصير لا حقنا في تقليد المصير ندوروا ما يرتو أي حد يقلعوا منه شعب تفو خالي وداري ما عالم بينا حد ولا شايفنا حد عود شبابنا عنده بلاصة منين يقدر يوقف منين يقدر يتكلم منين يقدر يخرص منين يقدر يشوف.